هذا العرض احنا زي ما تفضلت السيدة الجاهرة هو عن هو اصلا عنوان العرض انه قيادية بالاصل. احنا حاولنا نقول ترى احنا يا السعوديين السعوديات كنا مظلومين اول، بس احنا قاعد تجينا الفرصة الحين، قاعدين نظهر بشكل اعطانا الاشارة ان احنا لكم تسوون اللي تبغونه، واحنا قاعدين نستغل هذا الشيء، قاعدين نوري ان السعودية تقدر تصمم، تقدر تستقبل، تقدر تنظم، تقدر حتى العارضات، حتى الميك اب، المكياج والشعر كله سعوديات بايدي سعودية، لان قلنا انها سعودية قيادية، ترى هي فعلا قيادية من زمان، سوينا كتيب عن المرأة السعودية في التاريخ السعودي عموما، طلعنا بشخصيات يعني تفرح القلب، يعني احنا ترى والله عندنا مجال الامور مرة كثيرة، ليش ما نسويها؟ احنا والله بناتنا فيهم البركة، واحنا يعني كلنا يد بيد ان شاء الله ان نطلع بشيء، يعني ما في شيء طموحنا ما يوقف. وهذا العرض ضمن سلسلة احنا مفكر متبنيه من البداية، اللي هو امرأة سعودية فخورة وقادرة، وكل عرض له اسم. هذه المرة اخترنا قيادية بالأصل في الأصل لأن مواكبة مع القرارات الكثيرة اللي جت للمرأة هذه المرة، فإحنا نبغى نقول للعالم أنه إحنا من الأصل قياديات، هو من تاريخنا قياديات، وفينا عملنا دراسة وموجودة هنا موزعينها عن تاريخ المرأة السعودية من قبل، يعني من والدة الملك عبد العزيز، وكيف إيش كانت إنجازاتها. الكوليكشن شتوي، شوت، عبايات، فروات، بيست، كيب، سكارف. هذه المرة دخلت كم ديزاين للرجل، وعندي كيدز، أخذت من الخطوط الموضة الأشياء الترند، وأنا شكلتها أنا بطريقتي، وما نسيت الكلتشر السعودي. أنا مرة سعيدة مشاركتي بالفاشن شو اللي كان برعاية الأميرة نورة والسيدة الجاهرة، وكانت فكرتهم بدعم بناتنا، ومرة فخر لي أني شاركت بشو كذا يعزز للبنات السعوديات. كل الساف كان سعودي من الميك اب ارتست والهير ستايلست والمودلز كمان. أنا كميك اب ارتست حاولت أركز إنه يكون اللوك افريكان عشان يرتبط مع لوك الملابس، ويبان البون ستراكشر حقهم وعيونهم تكون غامقة. طبعا مرة يشرفني إني أكون جزء من هذا المشروع اللي تحت عنوان قيادية وفي الأصل، خصوصا إن الطاقم كله سعودي، قاعدين نسلط الضوء على المواهب السعودية من كافة النواحي. الشعر حاولنا أنه يكون فيه طبع أفريقي وفي قوة وفي جنون، وبنفس الوقت مودرن، يعني بنفس يعني مو بس تقليدي، لا كمان جديد. أبدعنا، يعني كان في كثير إبداع في وقت التضبيط والتسليح، وفخورة أني أنا جزء من هذا الأبنت. طبعا هذا السيزن الخامس لجينو، الحمد لله واحنا معاهم. كل سيزن لهم ثيم معين يختاروه ويعملوا كل صالة بناء عليها. ما شاء الله كل الطاقم السعودي حريصين هم على اختيار اللي يطلعوا المواهب السعودية، من مودلز لهم طبعا كمصممات، للمصورين، للمصورات، لكل الديزاينرز حق المكان، لكل احد. ثيم لليوم افريكان، فأنا لابسة كيب ينفع للشتاء مرة. في له هنا هذا اللي هو زي التريكو، أتوقع صوف أو شيء مع شوية فرو، يعني مع الباند هذه اللي بشكل أفريقي.